صافار حياتي بقيتو كبقات العائله وداكشي كامل. من دابا انا غادي نتفرج كومبا ديال خويا لعب قال لك في الكونتاكت. غايس سمع خويا فين غيلعبوا ونجي حنا نتغداو ما يمكننا زعما تقرب الى حيتاش كيقولوا له كيطول لهم فهمتي باش كتلعبي كومبا كتكون باقاكم يعني قبلك كاينين وحدين كيلعبو كيعطيو لك كيفاش كيكونو دوك لخرين كيلعبو وخصنا لو باش قرب يوصلو ونجيو نتفرجو حيتاش الدنيا عامرة وصل انيويز. ولكن صراحة زوين حبيت الفايب داكشي المهم كتحسي بيه بحال شي فيلم. This is my first time باش الصراحة نتفرج فيه. يا ما يمكن نتغداو الحوت القهوة انهم غادي يكونوا مجموعين غادي نحطهم واحد القنص. يلا كنت في الكومبا دابا كنسانا انا كنت زعما كنصور هذا البلان الخايب فيا. دابا حنايا فين غاديين؟ المهم دابا حنايا فين يدلت حنا في واحد القهوة باش نفطرو دابا نجي تشوف هادشي معايا. المهم جايز هاد اللوحة سميتها واحد فاليزيز جاية في كتفوت الرشيدية. اي ثينك الناس اللي كتجي لهاد البلايص راه كتعرفها بيكوز راه سو فيموس. هنايا هنا انا جاية لهاد القهوة هنايا شتو داك المباني راه كنسي هاكا صراحة فيو زوينة كامل. شوف 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 تبارك الله قداش ملهاها تلا. انا المهم ما كيبانش لي راه كنشيه حيت الشمس شا
بص على الحلاوة، بص بص على الشقاوة، بص لك جور. سكيوت صراحة. دابا حنا في الريساني، جينا باش ناكلو. انا كنت مطفوله عند واحد الفران هنايا معروف، سو يا غنتغداو كنسالو ما يحطو لينا صافي. المهم تم نقول لكم كيفاش جات صراحه. وراه لينا واحد الراجل تحس سو نايس، وصلنا حتى الفرن، تلاقينا قبل في الدخله ديال الريساني وصلنا حتى الفرن. لك اي سو نايس حبيت. يو جايز غادي نرتاح واحد شويه، هادشي راه قلت لكم من 5 وحنا كنضربوا في الطريق. دابا هادي 6، وصلنا الصراحه مع داك 5:30 و 12 ساعه كاينين دي ستوب فين فطرنا وفين تغدينا، بات ستيل 12 ساعه في الطوموبيل. انيويز سو غادي نرتاحوا، النفس واحد شويه سبيشلي بابا كما الناس كاع. المهم نوريكم من بعد شنو غنديروا. باي جايز. كتشوفوا هاد الكاتكات هادي لي بورايا غادي نمشيو فيها، غادي نمشيو للخيمه نباتو فيها. ويل وغادي I mean yeah I'm sure for Sahara and these things my personal لكم of course everything هاشا كاميرا بزاف وجهي بما يبدل مشتري شي كامل. So yeah واي بدا الله شو دي دابا مرزوقه مرزوقه هي الريساني ايرفورت الرشيديه. كيف الشرايط ديال الطوموبيل ديال كات كات اكشلي. و يا لك واه the best thing I've ever tried. يا so beautiful. الناس راهم كيدورو لهاه بالجمال اللي تهم بحالنا you know. المهم I'm so happy الصراحة، عرفتي رملة زوينة. Like it's my first time so don't judge please. شوف داك الرملة بحال
اكزاكتلي راه حنايا باقي كنشوفوا البشر. ويل انطلع انجلس لقدام انقلي وحدي على سوق الدار. رحنا وصلنا للخيام، ما صورتش لكم الطريق ديال الرجعه، في الصباح غادي يبانو حسن، دابا نصورهم لكم في الصباح. مامي كنسي انا بلاصه ما بيناش، اجي قبلت الضو ديال الطوموبيل. المهم اي تولد يو وصلنا ودابا نشوف شنو نديرو ليكم تخف في البلاصه. المهم ما ندخلش لكم الخيام بيكوز راه كل واحد وخيمتو. نقدروا نعسو حتى على برا، غالبا انا وختي وخويا باينه تو غينعسو على برا حيت الصهد الصراحه لداخل سلايك داس تواليت. المهم نقدروا نطلعوا تما للرمله وما لعبوش. تحط لي شاع يعني كاين ايد باقي هذا جست سلطه وصافي. المهم جايز دخلت للتواليت غير باش تشوفوني وصافي. دابا غتكون واحد الانيماسيون نتفرجوا فيها ماما مسالينا لي شاع وما نمشي من نسو حيت الفطور كيما 6 ديال الصباح which means خصنا نفيقوا بكري. سو ليتس جو صافي ماما باي بدا لاباس عليكم بخير. المهم حنايا ان شاء الله باذن الله نبحثوا عن الكنوز. هيا بينا تحت الرمال. المهم راه خليله ولا كيحضوا المهم كيلعبوا في النيران وحنايا جينا نكتشفوا. معنا السلاح ديالنا هو البيل. شوف وريهم فين ضارب. ما يبانش اليوم وما بانوش اليوم حتى النجوم اللي في السماء بقاو غايبان اليوم. ثانيا ضربي ضربي البيل جنون وين امك ثلاثه تما ماشي غير جوج كانوا جوج الفتيات عجبنا مش الراجل بسم الله الرحمن الرحيم شنو ناري ارري نضرب فيهم. قولي 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 قري قل والله حد الله الصمد لم يدري من يولد ولم كلو كفنا. ناري والله الا تكاينين اكثر من جوج علينا متعرفيش تضربي فيهم هالعار كتخلعيني خبار. لا والله الا اكثر من جوج كتخلعيني يقدروا يكونوا ماشي هما شي حاجه قربات اخي انا غير تخلعي اجي اجي ما تبعديش عليا. لا انت خوافه واختي. المهم انا شعلت البيل.